طبعا حسام حسن يعني اختار حاجه غير طبيعيه يا جماعه، لما تختار 10 لعيبه من النادي الاهلي منهم 3 لعيبه ما بيلعبوش، وتيجي على نادي الزمالك تختار لعيب واحد بس، وليه اخترته حتى؟ يعني انت ما كنتش خدت حد خالص، مع احترامي الشديد. هنتكلم عن شخصيه حسام حسن يا جماعه الفتره اللي جايه، مع ان حسام حسن ده طبعا درب بيراميدز ودرب الزمالك وما حققش معاهم اي بطولات. وحسام حسن عايز ايه مع محمد صلاح، وعايز ايه من محمد صلاح، وايه ليه حسام حسن شخصيته كده؟ وهنتكلم في الفيديو ده كمان يا جماعه عن دماغ حسام حسن ناوي على ايه؟ هو الراجل ده ناوي على ايه لصلاح، ومرتب له ايه والكلام ده كله؟ وعن ايقاف شيكابالا والحركه بتاعت الساعات والفلوس، هل انتوا معاها ولا لا؟ بعد ما شيكابالا يعني خد ريحه شتيمه من جمهور الاهلي طبعا يعني ما سابوش. فهنتكلم في فيديو ده، فيديو دسم قوي 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 قوي، ارجو انكم تسمعوه وتشوفوه وتقولوا رايكم. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، الرجاء تدعمونا بلايك وشير وكومنت وضغط على زر الجرس، ورمضان كريم. ويا جماله يا جماله، هنبدا طبعا الفيديو يا جماعه ليه لعيب واحد يا جماعه، مع احترامي الشديد، اللي شاف المباراه الاخيره بين الاهلي والزمالك هيقول لك ان في لعيبه كويسه جدا من الزمالك المفروض تروح المنتخب. مع احترامي الشديد، انت خدت بعض اللعيبه اللي ما بتلعبش من الاهلي، منهم اكرم توفيق اللي مش موجود، مع ذلك انت اخترته. بتختار لعيبه ليك مطلق الحريه، ما حدش بيقول، بس انت بنادي الزمالك ليه اخترت محمد عواد؟ طب ما كنتش خدته. يعني محمد عواد مع احترامي الشديد يمكن في الفتره الاخيره يمكن ما بيلعبش مع نادي الزمالك، بيلعب محمد صبحي، مع ان محمد عواد حارس جامد وحارس جدير انه يكون لمنتخب مصر. بس الفكره ليه؟ وليه ما اخترتش مصطفى شلبي اللي عمل جيم عالي جدا؟ وليه ما اخترتش نبيل عماد دونجا اللي كان كويس جدا واظن شفناه قدام النادي الاهلي؟ وانا دايما الماتش اللي بيلعب ماتش كبير ده اللاعب اللي اختاره، اللي بيلعب قدام النادي الاهلي او اللي يلعب قدام نادي الزمالك ويقطع الدنيا ده اللي اختاره، لعيب يبقى فيه مواصفات كبيره جدا. فمع احترامي الشديد ما خدتش نبيل عماد دونجا، ما خدتش ناصر ماهر اللي عامل جيم عالي جدا مع نادي الزمالك، ما بينزل بقد ايه شخصيته وقد ايه، يعني انت المفروض 5 6 لعيبه. طبعا اصابه زيزو، لكن فتوح احسن باك ليفت في مصر مع علي معلول مع احترامي الشديد، ولاعيب لسه صغير ولاعيب مستوى، فاهم؟ في حاجات غريبه بتحصل، انت ليه ما اخترتش الناس دي؟ وهل الاسامي اللي انا قلتها دي هل في اختلاف عليهم؟ كل الناس اللي بيشوفوني وبيسمعوني هل في اختلاف عليهم؟ مع احترامي انا بقول لك اهو، النادي الاهلي عندك منتخب مصر، عندك اسامي كبيره جدا ولاعيبه ثابته ولاعيبه موجوده، خط ظهر النادي الاهلي بالكامل جامد، كان ناقص تاخد علي معلول كمان مع احترامي الشديد. يعني انت اخترت محمد عبد المنعم ما حدش هيختلف عليه، اذا كان ياسر ابراهيم ما حدش هيختلف عليه، اذا كان اكرم توفيق بس ما بيلعبش، انت خدت محمد هاني بيلعب، واظن انت شفت محمد هاني وطبعا مصطفى شلبي. فاختيارات حسام حسن يا جماعه، وليه ليه؟ وليه الامل اللي عنده حسام حسن مع احترامي الشديد؟ وانا بقول لكم اهو بتنبأ بان حسام حسن ده هيغرق منتخب مصر، لان حسام حسن يعني في الانا، في انا النجم، انا اللي لازم اخد الشو، وان مان شو، حسام حسن هو الوان مان شو، انا النجم، اي نجم جنبه عايز يطفيه، بدليل اختيار حسام حسن الجهاز اللي معاه مع احترامي الشديد وليد بدر ولا مين طارق سليمان بالنسبه لاسامي منتخب مصر اللي مسك منتخب مصر، مين سعفان الصغير مع ان المدربين حراس المرمى الموجودين، عايز حد هو كبير ليهم، انا الشخصيه، انا الاسطوره، انا اللي اختار، انا الكلمه كلمتي والشوره شورتي، انا النجم الوحيد، هو ده حسام حسن، دي شخصيته، هو عايز كده. عشان كده في صدام من بدري وتصريحاته القويه ضد حسام لمحمد صلاح، مع ان حسام حسن ايش يكون جنب محمد صلاح مع احترامي الشديد؟ يعني انت محليا على العين والراس، لكن عالميا ولا حد يعرفك، اللي يعرفك بس ولا حد يعرفك يمكن بالارقام المحليه والقاريه والحاجات اللي انت عملتها، لكن محمد صلاح لا 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 معلش يا كابتن حسام، حاجه ثانيه خالص. وانا معاك ان اللعيبه كلها تبقى سواسيه، حلو ان اللعيبه كلها تبقى سواسيه، لكن برضو النجوم لهم طريقه ولهم اسلوب ولهم احترام، لكن حسام حسن يبقى وان مان شو، الانا بس وانا وبس، بدليل اختيار المجلس اللي محدش يعرفه معاه، وطبعا لازم ابراهيم حسن سواء عافية بلطجه، المهم ابراهيم حسن يكون موجود معاه. طبعا ايقاف شيكابالا ونبيل عماد دونجا، طبعا شفنا الحركه شيكابالا الفلوس والكلام ده كله والساعات. مع احترامي الشديد جدا انا ضد اي حركه وضد الكلام ده، خصوصا ان هي البطوله في المملكه العربيه السعوديه، وطبعا المستشار تركي آل الشيخ كان عامل فرح وجايب الناس تتفرج على المصريين، مع احترامي الشديد يعني، مع احترامي الشديد الراجل بيرمي اي لقمه، والمصريين للاسف الشديد خصوصا بالوسط الفني والرياضي بيجروا على طول زي اللي ما شافوش خير في حياتهم. وهو انا بشكر المستشار تركي آل الشيخ انه ورانا المعدن الحقيقي لبعض الشخصيات اللي بتمثل الكره المصريه والفنانين، يعني كان ممكن يلبس يعني عمرو دياب صاجات ويرقص بالصاجات، لكن مش دي مشكلتنا. انا ضد حركه شيكابالا طبعا بتاعت الساعات والفلوس اللي هي الرشوه والكلام ده كله، احنا ضد الكلام ده، وضد ان جمهور النادي الاهلي يطلع يشتم ويسب بامه وزوجته والكلام ده، مش حلو يعني. مع احترامي الشديد يعني خلينا محترمين،
وخصوصا البطوله كمان بتلعب مش على ارضنا يا جماعه. خلينا محترمين وخلي الجماهير ترجع، خلي الجماهير ترجع يا جماعه. ومحترم ما احنا بنشوف في الملاعب الاوروبيه، لكن برضو لازم يكون في احترام عن كده. فانا ضد ده وده، وممكن شيكابالا طبعا في ايقاف الفتره اللي جايه، ممكن 6 مباريات، ممكن نبيل عماد دونجا ياخد له ماتشين، خصوصا نادي الزمالك محتاج الفرقه ومحتاج كل اللعيبه الفتره اللي جايه. انا ضد الكلام ده اطلاقا، ضد الحركه بتاعت شيكابالا وضد جماهير الاهلي انها تطلع تشتم في شيكابالا. طبعا هل انتوا راضيين على اختيارات كابتن محمد كابتن حسام حسن بتاعت منتخب مصر؟ انا بقول ضدها، اختياراته طبعا غير موفقه، لكن انا بقول اهو ان حسام حسن هيغرق منتخب مصر، مع ان في تصفيات انت ممكن هتلعب منتخب بوركينا فاسو، منتخب بوركينا فاسو وافتكر كلامي هيعلم على منتخب مصر هنا وهناك، وبكره تشوف. احنا ما عندناش في مصر كوره يا جماعه، احنا عندنا بس تخبيط، ومش دي كوره. انت شفت ليفربول والمان سيتي وازاي الفرقه، ازاي ليفربول بيلعب ضغط عالي على المان سيتي، وازاي بياخد الكوره، وازاي بينقل على مان سيتي في الشبر تيك تاك 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 تاك، هي دي الكوره. زي ما بتشوف سان داونز بيعمل على النادي الاهلي وبيعلم على النادي الاهلي بالكوره الحلوه تيك 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 تيك، ما عندناش. احنا عندنا ارفع يا عم معلول، روح يا عم حسين الشحات، اجري يا تاو، خبط خبطه جول خلاص، هي مهارات، هي دي الكوره، هي دي الكوره. والاهلي لو بصينا مع اي مدير فن الفترة الأخيرة هتلاقي هي اللي بيخلصوا. مين اللي كان مع موسيماني ومين مع كولر؟ هي الأشخاص، لكن ككورة وكشكل التيك تاك دي ما شفناهاش، احنا ما بنلعبش كورة. فمع احترامي أنا بقول هو مع حسام حسن مش هيعمل يضيف كتير جديد، بدل حسام حسن مع بيراميدز ما عملش أي حاجة، أحسن نادي كان عنده أحلى لعيبة في مصر ما عملش معاهم حاجة، مع نادي الزمالك كان أحلى جيل معاه ما خدش معاهم بطولة. فحسام حسن أنا بقول لك أهو مش هيوصل، حتى مع إن أسهل تصفية كأس عالم. أدينا هنشوف المعسكر هيتلعب طبعا في الامارات، هنشوف هيعمل مع ماتش كرواتيا، لان دماغه مش مريحاه. المان مانشو دي بتبقى كارثه، وهيبقى في صدام كتير مع محمد صلاح والكلام ده كله، وهو مش هينفع. انا معاك يبقى في السواسيه، لكن برضو النجوم لها طريقه في التعامل، وخصوصا لما يبقى نجم عالمي زي محمد صلاح. طبعا في نقطه كمان عايزين نتكلم فيها يا جماعه، واتمنى انكم تسمعونا برضو فيها وتقولوا رايكم. احنا اتكلمنا طبعا عن ايقاف شيكابالا واحنا ضده، عن اختيارات حسام حسن ليه 10 من الاهلي. انا معاك ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه كويسه جدا ولعيبه ممتازه، والاختيارات انا ما عنديش مشكله، بس انت خدت من 3 لعيبه منهم اكثر فريق ما بيلعبش، وانت حر اختار زي ما انت عايز. بس ليه لعيب واحد من الزمالك؟ هل النادي الزمالك ما فيهوش لعيبه؟ هل انا اسامي اللي قلتها مصطفى شلبي ولا مين، عماد دونجا ولا عمر جابر ولا ناصر ماهر ولا الناس دي ما ينفعش، ولا فتوح ما ينفعوش يروحوا المنتخب مصر؟ انت وجهه نظر تمام. والكلام عن محمد صلاح ومنتخب مصر وتعامله مع محمد صلاح وعن دماغ محمد عن حسام حسن وعن حسام حسن ليه ما حققش ولا بطوله في حتى مع درب جميع الانديه يا جماعه، ما حققش معاهم اي بطوله. الفيديو البسيط ده كان عن الموضوع ده، عن ايقاف شيكابالا اللي متوقع ممكن يوصل ل6 مباريات، عن ممكن نبيل عماد دونجا يلبس له ماتشين، توابع كاس مصر ان النادي الاهلي فاز 2-0، و النادي الزمالك مع جوميز عمل جيم عالي جدا، كان كبقى وسنة وادنى للمباراه تطلع للنادي الزمالك. المهم اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت، وضغط على زر الجرس.